ديلارات القنوات، حرفيا الموضوع بقى أشبه بالمخدرات. ركز معايا في كل كلمة هقولها. أنا يوسف الباز ودي قناة المتوحد فكرة، اللي بتكلم معاك بكل شفافية علشان ما تكونش انت الضحية اللي جاية ممكن من صاحب، ممكن من قريب، ممكن من أخ وهو مش واخد باله انه أصبح ديلر، لأن الموضوع والله العظيم ثلاثة شبه المخدرات بالملي. هناك ديلر للمشتركين وآخر للمشاهدات وديلر للساعات والأرباح، بينما الأب الروحي بياع القنوات بس بيطلق على نفسه مسوق إلكتروني أو وسيط لو هو بيئة شوية، لكن هو مش بيئة فهيقول لحضرتك أنا مسوق إلكتروني يا فندم. ركز معايا في كل كلمة هقولها، لأن الناس دي جاية من تحت إيدي، يعني أنا إيه كساحة ومساحة، فعارف الموضوع بيتم إزاي. أول ما جيت أبدأ على اليوتيوب دخلت جروبات واتساب، سلام عليكم ازيكم عاملين ايه، لقيت فيه بالفعل ادمن 2 3 4، ومنهم اللي بيدخل لك يقول لك ايه عاوز تشتري مشتركين، ايه رايك ما نجرب السيرفر ده، اديك موقع بيزود لك المشتركين بس لازم تديني نسبه 250 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه وروح ادفع وهكذا، ويبدا الموضوع يمشي في دمك ودمك ودمك، وكانك خلاص بقيت مدمن مخدرات او مدمن مشاهدات، انا عايز مشاهدات الحقوني، وانت بتدمر قناتك حرفيا. بعدها بتبدا تقول لنفسك انا دمرت قناتي وصرفت عليها دم قلبي حرفيا، انا عايز ابيع القناه. تروح للاب الروحي يقول لك 500 جنيه، عايزين قنوات طبخ وعايزين قنوات روتين، تعالي يا ام الغاليه تعالي يا اختي هديكي في القناه 500 و1000 جنيه والقناه مفعله وشغاله و2000 و3000 و5000، وفي قنوات بتتباع ب 100000 و200 وقنوات كبيره بناء على ريتشها، ولكن بيشتغلوا فيها شغل غير شرعي. حرفيا كان في واحده هتطلق قريب جدا لان هي باعت قناتها، وبعد كده الشخص نفسه بدا ينزل عليها مواد اباحيه، وخلى جوزها خلاص انا عايز اقفل القناة. ركزوا بقى معايا لان كل كلمة هقولها تمت بالفعل على الحقيقة، وتمت بالفعل في قريب العاجل عند ناس كتير جدا. جات لي واحدة موجودة معايا، يا متوحد انا في فلانة كانت معايا في جروب واتساب، دلوقتي بدأت تفعل قنوات وتبيع مشاهدات وتوزع ارباح وعاملة بس مباشر في دعم للقنوات ومشاهدتها والله العظيم ثلاثة اكتر من المتوحد فكرة. بس ده كله يا جماعة ايه؟ هوا، وهم، وهم، مجرد هوا، مجرد زوبعة تقريبا، يعني ملهاش اي قيمة على الاطلاق، لان الناس دي اصلا المشاهدات اللي عندهم شاريينها، والناس اللي اصلا بتدخل عندها هم شاريينهم بفلوسهم. لكن انك تدخل واحد زيك كده يتفرج عليك ويتابعك ويستناك ويستنى اللايك بتاعك ويستنى اللايك بتاعك، ده انجاز انت لازم تكون بتحاول تعمله، وده هدفك على اليوتيوب. اي هدف تاني كنسله، كنسل اي هدف تاني، ملناش في الشمال، لينا في اليمين، نشتغل بس علشان ننجح، نشتغل بس علشان نتطور. اما لو حضرتك داخلها بيزنس فدي لها امور اخرى. ركزوا معايا لان في ناس داخله في موضوع الوسيط ده وهم مش مدركين ان ده حرام، هم مش مدركين ان هم بيعملوا غلط، هم مش مدركين ان هم بيعملوا كل حاجة غلط، هم مدركين ان ده باتفاق بين ده وبين ده خلاص. على فكرة الموضوع مش كده اطلاقا. الناس دي بتاخد القنوات دي وبتبدأ تروح تسرق معلنين، الناس دي انت عارف ان هم شغالين شمال، الناس دي هم وسطى لناس برة، هم بالفعل بياخدوا فلوس من الناس اللي برة وبيبدأ ياخد نسبته، والنسبة بتبقى من الكبير للصغير للصغير للأصغر، انت بتاخد اقل نسبة. قناتك تستاهل اكتر من كده يا اهبل ما تبعهاش، قناتك تستاهل اكتر من كده يا ست الكل ما تبيعهاش، حرام عليكوا اكل عيشكوا ومالكوا وناسكوا وتعبكوا وصوركوا وفيديوهاتكوا تبيعوها علشان ايه؟ معرفش. عندك قنوات كتير اوكي، عايز تتخنى وتمشي قناه وتنحي قناه من عندك اوكي، لكن قناتك الاساسيه تبيعها وحلمك وطموحك يبقى انت بتهزر. حتى لو هتبدا قناه جديده هتكلم معاكوا امتى نبدا قناه جديده بالتفصيل، حتى لو هتبدا قناه جديده اوعى تبيع قناتك، لان دي فيها راس مالك، جسمك، شخصيتك، هويتك، لان لو باعوها انت الندمان، لان هينزل عليها حاجات حرفيا ستسيء الى سمعتك. ديلارات القنوات بدا الموضوع ينتشر الفتره الاخيره، الديلارات بداوا يكسبوا بالفعل، فيها ارباح، فيها ارباح مهوله،
ارباح اكتر من ارباح المتوحد فكرة اضعاف مضاعفة، واتعرض عليا ان انا اكون ديلر من الديلرات دول، واتعرض عليا اكتر من مرة اكون وسيط، وما كنتش من مرة واحدة بس وسيط مع واحدة علشان اخد فلوسها مني، يعني مرة واحدة اخد فلوسي بتاعتي الاساسية منها، غير كده والله ما كنت داخل ولا هدخل. فلازم تفهم ان الموضوع ده حرفيا سيسيء الى سمعتك، وحرفيا سيدمر عقليتك. يا جماعة لو سمحتوا فوقوا لنفسكم. الناس دي بتكسب من وراك، الناس دي ما بتعملش اي حاجة وبياخدوا منك القناة بتاعتك بملاليم حرفيا، بيرمولك ملاليم. طب ما القناة كده مش مستفاد منها بس باسمك، طب هعمل ايه بيها بس باسمك؟ طب ما بيعها واخلص واستفيد. امتى تبيع قناتك؟ لما تقرر انك انت عايز تطور نفسك وتبيعها لشخص هيشتغل عليها. دي الحالة الوحيدة اللي انا شايفها من وجهة نظري ممكن تكون حلال. واحد طالب مني قناة هيشتغل عليها محتوى اصلي بنسبة 100% وعن اقتناع، بعد كده يعمل اللي هو عايزه، بس اكون انا في نيتي وهو في نيته واحنا الاثنين ان احنا نشتريها. هل الكلام ده انا مؤمن بيه؟ بنسبة 70% أو 80%، لكن لسه في 20% قلقان منهم. بس انا حبيت اوضح لك كل حاجة بالتفصيل، لان موضوع الديلرات بقوا كتير جدا 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 جدا، وبيستغلوا ستات، وممكن الستات دي تدمر حياتها وتدمر نفسيتها وتدمر بيتها في سبيل ان هي تروح تعمل حاجة غلط علشان خاطر الارباح. مش شافت ارباح من اليوتيوب بس، شافت ارباح من الوسائط ومن الديلرات، شافت ارباح حلوة، بس في الاخر بتتصرف على دواء. على فكرة والله بتصرف على مرض، والله بتصرف على مرض، بتصرف على حاجة. لكن صدقني من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انا ضد بيع القنوات، انا ضد بيع القنوات اطلاقا مهما كان. مش هبيع قناتي، مش هبيع المتوحد فكرة مهما اتعرض لي 500,000 جنيه. والله اتعرض فيها 500,000 جنيه ما بعدها، والله العظيم اتعرض عليا في المتوحد فكرة 500,000 جنيه، والله ما بعدهاش ومش هبيعها. حد بيبيع كيانه نفسه؟ يا عم اليوتيوب هيفيدك بايه؟ يا عم ان شاء الله عنه ما فاتني، بس ده سمعتي. 2800 فيديو موجودين. في يوم من الايام قررت ان امشي من محلي ونعرض عليا 450,000 جنيه او 45,000 جنيه، وواحد 4500. اقسم بالله الفرق 10 اضعاف، 4500 جنيه و 45,000 جنيه في المحل فاضي. والله اديته ال 4500 جنيه لانه كان ولد عايز يشتغل ويتعب على نفسه ويطور من نفسه وينجح، وده اللي اديتهوله لان انا كنت عارف ان الشخص ده هيستغل المحل ده افضل استغلال. اما التاني كنت عارف ان هو نصاب وحرامي، علشان كده مش اديت له السمعة. شكرا للجميع، يا رب اكون قدرت اوضح لك انا نفسي اقول لك ايه. معرفش ممكن اكون كلام كتير جدا انت ممكن تشوفه متناقض، ولكن والله ده وجهة نظر الشخصية. شكرا للجميع، نتقابل في فيديو جديد. كان معاكم المرجع الاول من شو محتوى يوتيوب، تجنب الديلرات يا صديق.